معكم مادة الطب المسند بالدليل، مقدمة في الطب المسند بالدليل. شو تعريف الطب المسند بالدليل؟ طبعاً الطب المسند بالدليل هو طريقة تم تطويرها مؤخراً بهدف مساعدة الأطباء ومخططي السياسات الصحية طبعاً على مواكبة المستجدات البحث العلمي. طبعاً البحث العلمي أو يعني بشكل عام الطب في تحديث مستمر، ولاحظته من خلال يعني موضوع الكورونا خلال الثلاث سنوات الماضية كيف تطور العلم ويعني وازدادت يعني الأبحاث بشكل مطرد كبير، حتى كاد يقولوا إنه ما عاد في أبحاث غير على الموضوع الكورونا. فلو ما موجود هاي الأبحاث، لو ما موجود ناس عم تشتغل على هاي الأبحاث العلمية، ممكن كان المرض يفتك في العالم. إنما بوجود الأبحاث اكتشفوا عدة أدوية أحدثت فرق في الإنذار، وأيضا مؤخرا اكتشف اللقاح وأيضا أثر على الإنذار، ويعني يعد الآن تقريبا مرض كورونا في يعني طور الانقراض. فالطب المسند بالدليل يعني مو بس الأطباء بفيدون، أيضا مخططي السياسات الصحية بالأنظمة. فلو كان يعني البعض الأنظمة ممكن ما تشتغل على موضوع البحث العلمي، فراح تزداد نسبة الوفيات عندها، فبالتالي هيدا أحيانا بيكون في له علاقة شيء بالسياسة. فإذا لاحظتوا كثير من المواضيع اللي تنشر عن يعني الناس اللي بتدخل في انتخابات، بيكون أحد أهم البرنامج الانتخابي تبعه إنه الموضوع السياسة الصحية. فكتير بيهتموا العالم بالسياسة الصحية. شلون نعمل هاي العملية؟ إنه نحسن الوفيات، نحسن إنذار، نطور أدوية جديدة عن طريق مواكبة المستجدات البحث العلمي، إجراء الأبحاث العلمية اللي بتعتمد كتير بين دمج الخبرة السريرية للأطباء مع علوم الوبائيات والأحصاء الطبي وفيزيولوجيا الأمراض. ديفيد ساكيت هو أول من عرف يعني الطب المسند بالدليل بتعريف بسيط وسهل، هو الاستخدام الواعي الجيد والحكيم لأفضل بينه، أفضل دليل علمي. إنه في أدلة كثير، وما شرط كل دليل علمي أو كل بحث علمي هو صحيح. في أدلة في أبحاث علمية أو دراسات بتكون ضعيفة لا يمكن الأخذ فيها، فلما نستخدمها بشكل حكيم وجيد لأفضل دليل موجود، نجد اتخاذ إيش؟ قرار عالي المستوى بين الطبيب وبين المريض. يعني اتخذنا قرار يفيد المريض بشكل أمثل، والطبيب يكون قادر على ممارسته. كرينويل أيضا طبيب آخر عرف الطب المسند بالدليل بأنه هو البحث المنهجي عن أفضل دليل، نرجع لكلمة أفضل دليل، اتخاذ القرارات السريرية اللي بتتطلب تغيير أثناء الممارسة. هاي مشكلة كتير رئيسية وكتير مهمة، موضوع الممارسة الطبية. فلما بيكون بعض الأطباء ما بيحدثوا معلوماتهم، ما بيطلعوا على مستجدات البحث العلمي، فما بيغيروا ممارستهم، بنلاقي طبيب مثلاً خريج 1980 ما أرى أبداً دراسات، ما استمع، ما حضر مؤتمرات، ما قرأ كتب جديدة، بتلاقي ممارسته كلها قديمة. حتى في بعض الأدوية انقرضت وسحبت من الأسواق وما زال هو عم يكتبها في الوصفة. إذن دائماً لازم الدليل، الممارسة الطب المسند دليل، نبحث عن أفضل دليل اللي بيؤدي لتغيير في الممارسة الطبية مع مراحات طبعا احتياجات المريض. وأضافوا كمان لتعريف ساكيت إنه هو أفضل دليل اللي بيكون صلة إلى وصلة وثيقة بالمريض. طبعا لما نقصد بأفضل دليل معناتها لما نواجه مشكلة يكون إلى مجموعة من الحلول، مرض يعني معين في له عدة أدوية مثلا. الحلول هي عبارة عن مثلا إذا رمزناها مثلا في رموز الطب المسند بالدليل مثلا A, B أو C، وقلنا إنه المرض له دوائين مثلا. الدواء الأول حائز على موافقة تصنيف A اللي هو التصنيف الأفضل، والثاني الدواء الثاني تصنيفه مثلا C. طيب لما نعطي دواء لهذا المرض، هلا A و C هن يعني أدوية مناسبة للمريض، لكن مين اللي تصنيفه أقوى، فعاليته أقوى، قوته أقوى حسب الدراسات؟ فهو A. وبالتالي لما نختار الدواء ممكن نختار
الايه، لذلك دائما نلجأ للتصنيف الافضل. فمنين اجى التصنيف الافضل؟ من خلال الدراسات اللي بينت انه هذا افضل دليل يقول انه هذا الدواء هو الافضل. طيب هون بيسأل سؤال دائما الواحد، طيب مازال سي صحيح ليش ما ناخذ فيه؟ قال انت لازم تختار الدواء الافضل لمريضك، انت لما بتمارس الممارسه الافضل تحصل على نتائج افضل. طيب انا ما عندي الدواء الافضل، انا ممكن اشوف اللي تصنيفه سي بشرط ما يضر المريض. اذا هذا ديفيد ساكت هو اللي عرف، اللي قال انه نطبق اقوى الادله العلميه المتاحه من الدراسات والابحاث الحديثه مقترنه بالخبره الطبيه العمليه للاطباء مع احترام قيم المرضى وتوقعاتهم. اذا هذول الابعاد الرئيسيه للطب المسند بالدليل. السؤال اللي بيطرح نفسه دائما هون، هل الادله ثابته او متغيره؟ فالجواب، الجواب لا، ما هي ثابته، اكيد ما هي ثابته. ما في شيء واحد والله تعلمه من عام 1980 بيضل هو نفسه. حتى نحن بعصر الكورونا اذا لاحظتوا ببدايه عصر الكورونا قالوا عن ادويه معينه انه بتفيد، بعد فتره لقوا انه هي الادويه بتضر ما بتفيد. فالأدلة غير ثابتة، حتى لو قمنا في ممارستها، ما كل دواء منقوم في ممارسته معناتها هو صحيح. في كل ثانية هناك مقال طبي جديد، وبالتالي الطب المسند بالدليل والأدلة الناجمة عنها في تغير مستمر وفقا لأحدث الدراسات. ما هو كتاب طبخ الطب المسند بالدليل أو الطب بشكل عام، ما هو كتاب طبخ خلاص وصفة واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، دائما في عنا شيء جديد، عندنا أفكار حديثة وليدة الساعة، كل هالشيء من شان خدمة المريض. لذلك العبارة حطيناها باللون الأحمر عشان نأكد عليها، إن نصف الأدلة المستخدمة اليوم لن تكون مستخدمة بعد 5 سنوات. إذا أنتم الآن بالسنة الثالثة أخذتوا معلومات، بعد 5 سنين راح تكتشفوا نص هاي المعلومات ممكن تتغير، نص المعلومات ممكن تظل ثابتة. لذلك لما أنا بدي أخذ أي قرار سريري بيتعلق بعلاج المريض لازم أمتلك الأدلة الحديثة، الأدلة القوية على صلاحية هذا العلاج أو الاستقصاء الموصوفة له وفائدته. إذن أنا لما بمارس الممارسة المعتمدة على الأدلة فبكون عم بفيد مريضي، لذلك لازم أتخذ القرار بناء على أحدث الأدلة وأقواها. فضروري الأحدث، لازم يكون الأحدث والقوي. دائما بتطلع دراسات جديده، بس ما شرط انه كل دراسه جديده فهي بتكون انه دليلها اقوى، لكن لازم يطلع عليها الطبيب. هذا مثال مهم جدا لانعاش قلبي الرئوي اللي هو الخبز اليومي للاطباء في الاسعاف. الامريكان هارت اسوسيشن اللي هي جمعيه امريكيه لامراض القلب كل 5 سنوات تقريبا بتنزل تحديثات جديده في الانعاش القلبي الرئوي. ب 2005 كان طريقة الإنعاش إنه أول ما بيجيك مريض متوقف قلبه والتنفس، طبعاً توقف قلبه وتنفس، بتحرر له الطريق الهوائي بتعطيه نفسين وبعدين تضغط ضغطات القلبية. هذا ب 2005، فخريجين 2005 إذا ما قروا الجايد لاين اللي بتنزل جديد ب 2010 بعد 5 سنوات ما رح يعرفوا إنه تغيرت الأمور بعد 5 سنوات وصار أول ما بيجيك توقف قلب مباشرة بتعمل تمسيد ABC صارت CAB، يعني أول شيء بتعمل تمسيد بعدين تفتح الطريق الهوائي بعدين تعطي تنفس. طبعا الكومبريشن هون 30 ضغطة، يعني بدك تستمر 30 ضغطة لبعدين تعمل تفتح الطريق الهوائي وتعطي بريسينج. بالمقلوب لاحظوا، بالمقلوب اختلفت المعلومات. بالمقلوب كنا نعطي أنفاس صرنا نعمل تمسيد أول. طيب هذا يعني هذا التغيير ممكن نحكي عليه يعني بالقلبية مستقبلا. هذا التغيير كتير مفيد، وجدوا انه انت لما بتنعش مريض متوقف قلبه لسه موجود اكسجين عنده ضمن دمه، فاثناء الدراسات لقوا انه ما في حاجه نعطي اكسجين للمريض، الحاجه انك توصل الدم اللي فيه شويه اكسجين للدماغ باسرع وقت، لانه نحن كل ما عم نتاخر على الدماغ عم بيصير في تلف في الدماغ فعم بتفشل الانعاشات تبعيتنا. لذلك وجدوا انه لما نحن نضغط على صدر المريض
نوصل الأكسجين بشكل أسرع للدماغ ونحميه من التلف اللي ممكن هو خلال 6 إلى 10 دقائق يصير في عنا موت دماغي. فشايفين هذا التغيير تغيير كامل جدا خلال 5 سنوات. وهذا إن شاء الله بكرة بتتخرجوا بعد 3 سنوات وعميد الكلية بيقرأ عليكم قرار التخرج وبيبلغكم البشارة الجيدة إنه كل 5 سنوات بيتعدل نصف الطب، فلازم تدرسوا لازم تطلعوا على التحديثات. الطب المسند بالدليل مو وليد الساعة. في القرن 19 بعد الحرب العالمية الثانية صار في عنا ثورة جديدة بسبب الحروب، بسبب كثرة الأمراض صار في عنا ازدياد الحاجة للإنفاق على الصحة والتعليم الطبي، وتطورت الطرق الوقائية وحتى الطرق الاستقصائية والعلاجية. من عام 1960 بدأت بقى الأبحاث الطبية اللي عم تعتمد على علم الوبائيات والإحصاء الطبي، وطبعا صار عندنا انفجار معلوماتي غزير جدا في نهاية القرن الماضي، يعني بالقرن 19، نحن حاليا بالقرن 20، بأعداد لا نهائية من الأبحاث والمقالات الإلكترونية والمجلات الطبية، حتى بات الأدب الطبي بتضاعف كل 10 سنوات. ويعني ظهرت أمراض جديدة طبعا، ما بس إنه في عنا أبحاث، كمان صارت تظهر أمراض جديدة، مثلا المرض العصر اللي هو الإيدز، في عنا مرض الإيبولا، الآن نحن في عنا الكوفيد 19. هل الأمراض الجديدة تستدعي أنه نعمل دراسات جديدة؟ طبعاً بعض الأمراض مثل الزاترية أو السل والإفرنجي صار فيه كمان، يعني هدول ما كانوا تقريباً، السل والإفرنجي تقريباً معدومات، لكن بعد ظهور الإيدز رجع المرضى المصبطين المناعة يصير عندهم سل زيادة عن اللزوم. طبعاً ارتفعت التكاليف الطبية، ازدادت التوقعات، يعني الناس اللي بيستهلكوا أو يعني بيحتاجوا الخدمات الطبية، وبالتالي صار في حاجة لصانعي القرار اللي عم بيعملوا السياسات الاقتصادية إنه نحن لازمنا نوحد قرارنا بما يتعلق بمرض معين، مثلاً مشكلة معينة، العلاج معين، ما يكون مثلاً هذا الطبيب بيستخدم هذا الاستقصاء لهذا المرض والطبيب الثاني بيستخدم هذا الاستقصاء ما بينجح معه، بيروح على استقصاء تاني مثلا، او هذا الطبيب بيجرب هذا الدواء بيرجع بيجرب الدواء التاني بيجرب الدواء التالت، هذا كله يعني بيزيد المصاريف. فانت لما بتعتمد على الطب المسند بالدليل وبتحط افضل قرار او افضل دواء معتمدا على افضل دراسه، فبالتالي بتوحد القرار الطبي، وهذا القرار الطبي ممكن يكون يساعد عفوا او يساعد على تحسين الممارسة ويعني توفير التكاليف المالية. طبعا يعني في اختلاف على توقيت زمني لظهور مصطلح الطب المسند بالدليل. البعض بيقولوا الأساسيات القرن 19 لما رفض بعض العلماء الفرنسيين مثل بيير لويس، كانت المؤسسات الرسمية يعني بتفرض انه والله خلص هذا المرض له هذا الدواء ما حدا بصير يناقشه ابدا، فكان يعني هو يقول لهم انه ما بيصير هيك، يعني انه تفرضوا علينا، لازم يكون في نستند على دليل او الى اخره. فكانوا يتهموا انه هو يعني كان يخرج عن السياق العام. البعض بيعزوا له يعني القرون المتعدده، العالم المسلم الرازي القرن 9 الميلادي، اللي كان وقتها طرح فكرة يعني الدواء التجريبي، يعني كان يجرب أدوية كتير ويصنع أدوية، فهذا هذا يعتبر أنه بداية الطب المسند بالدليل اللي بتعتمد على الدراسات. البعض بيقولوا له هو ممارسات الأطباء الإنجليز بالقرن 18. طبعا الأساس يعني أو اللي بنعرفه هو أنه ظهر في مطلع التسعينيات بالضبط، تحديدا عام 1992 لما صاغوا العالم جوردن جويت وفريقه بقسم الوبائيات والإحصاء الحيوي جامعة ماكماستر في أونتاريو الكندية. ليش نشأ الطب المسند بالدليل؟ عوامل اللي بتدفع دفعتنا إنشاء أو نشوء الطب المسند بالدليل هو وجود عدد كبير من المقالات. عدد كبير من المقالات بدفعنا لازم للرجوع
للطب المستدلي عشان نعرف مين هي أفضل مقالة منهم. وجود عدد كبير من قواعد البيانات، قواعد البيانات هي بتحوي على يعني المقالات، فصرنا نلاقي هون قاعدة بيانات وهون قاعدة بيانات، هون كوكرين هون باب ميد، عجب مين هي الأصلح، مين هي الأفضل، مين هي الأمثل. كمان صار في حاجة لإنشاء الطب المستند دليل. طبعاً الكتب والمراجع كثيرة، الله إذا واحد بيفتح مثلاً بأي اختصاص بيلاقي مثلاً 20-30 مرجع، الواحد تقريباً 2000 صفحة. مين هي أفضل المراجع؟ لازم يكون في لجان بتراجع وتشوف مقاطعة هاي المعلومات للوصول للحل الأمثل. السبب العامل الرابع لإنشاء طب المستند دليل هو عدم قدرة جميع الأطباء على الممارسة السرية بشكل الأمثل. هذا بيمارس بطريقة وهذا بيمارس بطريقة، فلازم يكون الكل يمارس بالطريقة الأمثل. وكمان في عنا يعني دراسات كثيرة عشوائية اللي بيكون فيها اختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي، ونظرا لكثرتها يتم اللجوء للطب المستند الدليل لأن اختيار الأفضل من بينه وربطه مع الممارسة السريرية. يوميا في عندنا 5000 مقالة على موقع البيوميديكال، على الميدلاين في 2000 مقالة، الترايلز اللي بتنزل 75 يوميا. يعني إذا في كثير عندنا يعني مقالات، فهذا بدعو لأنه ندرس الطب المسند بالدليل. في عام 1955 في عالم نشر كتاب اسمه بنيامين سبوك، دكتور هو طبعا، اسمه بيبي اند تشايلد كير، يعني رعاية الطفل والرضيع، ومبعت منه أكثر من 50 مليون نسخة. يكون مكتوب أوفر 19 مليون نسخة تم بيعها. هذا نزل الكتاب عام 1955. نصحوا بعام 1955، نصح في الكتاب بسطر واحد، نصح إنه الأطفال يناموا على ظهرهم. بنسخة عام 1956 نصح بالنوم على بطنهم، وجرت العادة إنه الأفضل إنه ينام الولد على بطنه. شايفين حتى الصورة هي النوم على البطن. فأول دراسة أظهرت الضرر بمنتصف الستينات، يعني تقريبا بعد 10 سنين. شوفوا بعد 10 سنين قالوا إنه النوم على البطن بضر، بالعكس هو مرتبط أكثر بالوفيات الرضع. فظلوا من عام 1965 لل 2004، شوفوا هي كلها دراسات، يعني ما لكم بهي الأرقام، كلها دراسات بس منشان تثبت إنه ضرر النوم على البطن وعلاقته مع وفيات الرضع المفاجئة اللي ما بتكون إلى سبب. لآخر شيء لاعتمدتها الحكومات إنه خلاص يعني يا أخي النوم على البطن أسوأ من النوم على الظهر. فظهرت بعدين الدراسة ب 2004 وقالت خلاص يعني يا جماعة حاج نحكي ونناقش في الموضوع، النوم على البطن يزيد الوفيات الرضع بسبب سطر واحد بنسخة كتاب نشر منه أكثر من 50 مليون نسخة أدت لممارسة خاطئة لمدى كبير من السنين. في أنواع متعددة للطب المستند بالدليل. الطب المستند بالدليل العام اللي هو مقررنا، في الطب المستند بالدليل اللي يعني له علاقة بالممارسة السريرية، يعني كل وقت خاص باختصاصه. في طب المستند بالدليل خاص بالتمريض، وفي طب المستند بالدليل خاص بشكل عام بالهيلث كير أو رعاية. أبعاد الطب المستند بالدليل ومكوناته 3، إن المريض والخبرة السريرية للطبيب، والحكم البعد السادس هو الحكم عن طريق التداخل بين العلوم والأبحاث للوصول لأفضل نتيجة. أهم بعد هو المريض، كل تركيزنا وهدفنا إنه يكون عملنا قائم على خدمة هذا المريض وتقديم أفضل شيء له ولتطلعاته، مع مراعاة طبعا قيمه وقيم المجتمع. ونتيجة تداخل مع بين هاي الأبعاد نستطيع الوصول لأفضل دليل ممكن. هل سؤال هون كتير مهم، هل الطب المستند والدليل والأبحاث اللي تجرى هل هدف دائماً
خدمة المريض، لكن هل هدف دائما تخفيض التكلفة؟ لا، الجواب لا. الطب المسند بالدليل هدفه أنه يوجد لك أفضل دليل، لكن مو دائما أفضل دليل هو أرخص. مثلا الآن في ثورة كتير كبيرة عن أدوية أمراض الروماتيزم أو أمراض المفاصل، معظم الأدوية اللي عم يخترعوها بتكون غالية، فهي أفضل وعم تأثر على حياة المريض وبتحسن له حياته، بطل تجي هجمات وبصير إنسان عادي، لكن غالية جدا. ما هو شرط دائما خفض التكاليف هو الأفضل. على سبيل المثال كورونا، الكورونا بالبداية كان في نسبة وفيات كبيرة، وبطلت المشافي والمراكز الطبية تستوعب المرضى. بعد ما يعني نزلت الدراسة تقريبا بالشهر الثالث، دراسة أمريكية انتشرت مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين عن فعالية الديكساميتازون بعلاج الكورونا أو المرضى يعني موضوعين على الأكسجة. الديكساميتازون دواء رخيص جدا وأثر في المعالجة جدا، فهون كان فعلا يعني بدل ما تحط المريض على المنفسة، بدل ما تحطه على الأكسجين ويطول كثير، بدواء بسيط اللي هو الديكساميتازون عم تفرق حياة المرضى وتتحسن نسبة الوفيات، وهذا الشيء لاحظناه طبعا من خلال علاجنا لمرضى الكورونا. يعني المثال هنا انه يكون عندنا دوائين لهم نفس التقييم، كلاهما تصنيفهم A، مثلا شوي قلنا A و C، لا هون اثنيناتهم تصنيفهم A، لكن في واحد غالي وواحد منخفض التكلفة، لا انا بوصف هون ذو التكلفة الاقل للمريض. لكن لما بيكون العلاج الافضل هو الاغلى، طبعا نختار نحن المريض الافضل بغض النظر عن السعر، لانه هون نحن نخدم المريض. طيب المريض ما بيحسن يتحمل تكاليف العلاج اللي هو الافضل، فبنقوم بشرح هذا الموضوع كاملا له، اهميه الدواء المرتفع الثمن، وبنقول له في بديل لكن اقل واقل كلفه لكن فائدته اقل من الدواء الاول، فانت بتشرح له وتوصف له اياه. هذا الشيء بالممارسه العمليه يوميا عم نحتاجه. مميزات الطب المسند بالدليل، بيسهلنا دمج افضل التداخلات الطبيه المتوفره مع الممارسه السريريه. طبعا انا لما بدمج افضل التدخلات الطبيه مع ممارسه الطبيب، غير لما انا بجرب تداخل طبي او دواء طبي، طبعا تداخل يعني مقصود فيه دواء تشخيص علاجي الى اخره، لقاح احيانا، بيكون الطبيب ما عنده خبره في علاج هذا المرض. يعني انا مثلا قالوا انه في دواء لعلاج مرضى الروماتيزم، ما بروح بخلي طبيب اطفال يعالج مرضى الروماتيزم، انه هون ما عنده الخبره والممارسه الجيده. لازم تندمج افضل تداخل مع ممارسه جيده حديث ما يوصل عنا برهان مقبول على مدى فعاليته. التوظيف الامثل للموارد من خلال تحديد التداخلات الواجب استعمالها واللي يجب تاجيل تطبيقها بانتظار برهان على فعاليته. تأمين لغة مشتركة وقواعد عامة، تحديد جدوى التداخلات الطبية كلها، ما يكون كل واحد عم يشتغل يعني بطريقة معينة، سواء من خلال وصف أدوية أو استقصاءات. تقديم طريقة لتحسين الدراسة الجامعية والتعليم الطبي المتواصل، اللي هن حاليا أفضل الناس اللي بتمارس الطب هي اللي بتعتمد على الطب المسند بالدليل، وبالتالي لما نعلم طلابنا بالمرحلة الجامعية وما بعد الجامعية كيف يمارسوا الطب المسند بالدليل، هذا الشيء بيرتقي بالتعليم وبيرتقي في يعني خدمة المريض. الطب المسند بالدليل هو المادة الوحيدة، اسمعوا مني، اللي رح تضلوا تحتاجوها بغض النظر ايش اختصيت، بغض النظر شو مكان ممارستك. يعني البعض بيقول انا خيو انا اختصاص بدي ادخله جراحة، هلا ما رح اركز على الداخلية، فعلا بنقول له ممكن يعني تركيزك على الجراحة بيفيدك للمستقبل، لكن الطب المسند بالدليل هي مادة مشتركة بين كل الاختصاصات. يعني مهما كان اختصاصك ومهما كان مكان ممارستك، البعض بيقول خيو أنا بدي أختص بس ما رح أفتح غير عيادة في الضيعة، تمام؟ فبغض النظر وين مكانك مارسه، بغض النظر شو اختصاصك، أنت محتاج تطلع على أفضل الأدلة وأفضل الدراسات. وهي الثلاث أسطر نشرت في مجلة
بريتش ميديكال جورنال او المجله البريطانيه للطب عام 2008 بيقول ان طبيب القرن الواحد والعشرون الذي لا يستطيع قراءه دراسه طبيه انتبهوا هو طبيب غير مهيئ، مثله مثل الطبيب اللي ما بيعرف يقيس ضغط او بيفحص القلب عند المرضى. اذا اساسي طبيب القرن الواحد والعشرين لازم يعرف يقرا دراسه طبيه، واللي ما بيعرف مثل ما بيعرف يفحص مريض. شو هي الاسئله اللي بيطرحها الطب المستند دليل، سواء اسئله متعلقه بالدليل او متعلقه بالنتائج اللي حصلنا عليها من هذا الدليل. هل القضايا السريريه المطروحه في هذه الدراسات مختلفه؟ يعني مثلا هو مثلا موضوع مثلا دواء معين، هل هذا الدواء مختلف عن الادويه السابقه اللي يعني انطرحت سابقا في دراسات اخرى؟ هل تم تحليل النتائج بشكل مختلف؟ احيانا بيكون في دراستين، واحد بيدرس هذا الدواء والثاني عم بيدرس نفس الدواء، لكن هذا بيقول كويس هذا بيقول مو كويس. فهل تم تحليل النتائج بشكل مختلف حتى طلعت الاختلاف؟ هل تم تقييم نوعيه البينه على الدليل؟ وهلا رح ناخذ في محاضره قادمه شو بنقيم هذا الدليل ونوعيته. الاسئله المتعلقه بالنتائج، هل كان تقييم النتائج مو تحليل النتائج، تقييم النتائج المهمه مختلف؟ هل كانت الاحكام المتعلقه بجوده الادله مختلفه؟ شلون حكمنا على هذا هل في تحيز في يعني خلينا نقول في قرارنا انه هي الدراسه افضل من هذيك الدراسه؟ شلون قلنا انه هي الدليل افضل؟ هل تم حساب العواقب الصحيه بشكل مختلف؟ ما في دواء وما في مرض الا لما يكون في له عواقب واختلاطات او تداخل له اختلاطات طبيه. هل تم حساب انه هذا الدواء بهي الدراسه مثل هذا الدواء بهذيك الدراسه؟ تم حساب العواقب الصحيه بشكل مختلف بيناتهم، وايضا العواقب الاقتصاديه. خطوات الطب المسند بالدليل، هذا سؤال مهم جدا، ويعني دائما لازم اي شيء بدنا نبحث عنه لازم نخطي الخمس خطوات التالية. أول شيء في فكرة عنا محددة، سؤال محدد طرحه مريض علينا، مشكلة معينة، تساؤل معين، بنحوله لسؤال بحثي. كلمة حوله سؤال بحثي هذه رح ناخذها في محاضرة لحالة. طبعا السؤال البحثي يمكن يكون علاقة مثلا تشخيص مرض، كيف منشخص مرض الذئبة الحمامية مثلا، ما هو الدواء الأفضل لعلاج النقرس مثلا، هذا سؤال بحثي. ما هي أعراض مرض الكورونا؟ ما هو التشخيص التفريقي للألم الصدري؟ هذا السؤال البحثي. بعد ما شكلنا السؤال البحثي، طبعا له طريقة رح نتعرف عليه بمحاضرة أخرى، نروح نبحث بالمقالات الطبية بالمواقع الطبية، نشوف شو في دراسات موجودة بتعزز لنا أو بتجاوب لنا على السؤال البحثي اللي قمنا بطرحه. بعدها طلع عنا دراسات، مثلا طلع عنا 10 20 30، هل هو الرقم احيانا ما بيطلع غير دراسه واحده يكون سؤالنا مثلا دقيق جدا. بنروح بننقد هذا، بنقيم هذا الدليل اللي توصلنا له، يعني بنراجع الدليل، بنراجع هل هذا يعني الدراسه صحيحه، هل مدى انطباقها على الحاله. احيانا بيكون مثلا طالع لك دليل لكن ما بينطبق على الحاله، السؤال البحثي اللي انت عم بتجاوب عليه، مثلا هو كان عم يحكي عن الموضوع وانت عم تحكي عن موضوع، لكن هو مثلا صدف انه هو عم يحكي مثلا عن الكورونا، انت عم تحكي عن اعراض، سالت عن اعراض الكورونا لكن هو طلع عم يحكي لك عن علاج الكورونا. اول شيء بدك تشوف انطباق الدليل، وهل هاي الدراسه فعلا صالحه انه يتم تطبيقها. طبعا لقيت الدراسه صحيحه، تنتقل للخطوة اللي بعدها انه بتروح بتطبق الدليل على مريضك، تمام؟ طبعا مع دمجة مع خبرتك يا طبيب واحترام رأي المريض وقيمه وتوقعاته، وطبعا مراعاة الامكانيات المادية المتاحة سواء للمريض او المؤسسة الطبية. وبتشوف هون بقى بتطرح سؤالك بعد ما تشوف المريض، هل كان فعلا تطبيقه مفيد للمريض وظروف عملك؟ هل ظهرت نتائج خطيرة أو جانبية نتيجة هذا التطبيق؟ والخطوة الخامسة والأخيرة هي التقييم النهائي، النتيجة النهائية، هل فعلا خدمت المريض بالشكل الأمثل؟
يسأل سائل، أنا كل ما بدي أجاوب على سؤال بحثي بدي أحط هاي الخمس إجابات. قال لما بيكون السؤال البحثي تبعك ما هو موجود فيه جايد لاين، والجايد لاين هي صارت مؤخرا تنزل تقريبا خلال 20-30 سنة، نقلت أن الطب المسند بالدليل نقلة نوعية جدا، يوفر علينا كل هذا الجهد. الجايد لاين هي بيجتمع علماء تمام وبيحطوا السؤال البحثي وبيبحثوا عن المقالات وبيقيموها وبيطبقوها على المرضى وبيعطوا تقييم نهائي وبيحطوا لك اياها بالجايد لاين. كلمه بيحطوا لك اياها بالجايد لاين يعني انت خلاص بتاخذها على الجاهز والمؤشر انه هذا الدليل الافضل تصنيفه A، انك تعطي هذا الدواء للمريض. الدليل B اقل قوه من الدليل A انه اذا اعطيته للمريض. دليل C نفس الشيء. دليل مثلا احيانا بيكون دليل انه هذا الدواء ضار للمريض، ما في داعي تعمل لا تشكل سؤال بحثي ولا تبحث مقالات ولا تقيمه ولا تطبقه ولا هذا، خلاص هذا بيعطوك الخلاصه بالجايد لاين. اذا لنطبق خطوات الطب المسند بالدليل، خمس خطوات بتبدا بحرف الاي. اول شيء اسك، بنشكل سؤال بحثي. ثاني شيء اكواير، بنروح نبحث في المراجع المناسبه للبحث على المواقع الالكترونيه. طلعت عنا الابحاث بنروح ابريز، بدا بحرف الاي، بنقيم الدليل وبننقده اللي حصلنا عليه. بعد ما قيمناه ولقيناه افضل دليل بنروح بنطبقه على مريضنا. واخر شيء ابلاي، اخر شيء اسس، بنقيم التقييم النهائي لتطبيق الدليل على المريض. اذا خمس خطوات للطب المسند الى الدليل تبدا بحرف الاي: اسك، اكواير، ابريز، ابلاي واسس. شلون ببحث عن الدراسات الطبية؟ ممكن مجلات طبية، كتب، مراجع، بالمؤتمرات أحيانا يعني بيطلع في عنا أجوبة من خلال الزملاء الأطباء كثير في الله. أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي كثير أحيانا عم تساعد إنه واحد مثلا ممكن يسأل زملاء الآخرين اللي بيتابعوا المستجدات، نشرات الدوائية، المجتمع أحيانا ممكن ينسأل. الإنترنت حاليا هو الوسيلة الأشياء اللي يعني بيجاوب. طبعا الانترنت والمجتمع اشياء مصدرين لجمع المعلومات بشكل عام للاشخاص، وطبعا يساء استخدامهم بكثره، خاصه انه على الانترنت كل شيء موجود الصحيح والخاطئ. انواع الدراسات، في عندنا ست انواع للدراسات. طبعا موجوده ضمن هرم اسمه هرم الموثوقيه، الايفيدنس بايراميدز او هرم الموثوقيه، اللي بيشرنا انه مصادر المعلومات بتتدرج من الاقل موثوقيه للاكثر موثوقيه. في قاعده الهرم بتكون الادله من الدراسات بتكون كثير ضعيفه، وكل ما طلعنا في الهرم درجه فبيكون الدراسات اكثر موثوقيه. رح ندرسهم هدول الدراسات السته. أنا بقاعدة الهرم دراسة تقرير حالة وسلسلة الحالات، بيجي بعدها دراسة الحالة شاهد كيس كنترول ستدي، بعدها بيجي الكوهورت ستدي دراسات حشدية، بعدها الأفضل منها دراسات تجريبية العشوائية، والأفضل منها هي المراجعات المنهجية والتحليل الراجع. إذا هدول الأنواع الأربعة الأولى هي أنواع بنقوم بإجراء دراسة كاملة، أما المراجعة المنهجية والتحليل الراجع هي بنراجع فيها دراسات موجودة منشورة على الانترنت وبناخذ خلاصة منها ورح نشرحهم طبعا في محاضرة لحالها. أين نحصل على الطب المسند بالدليل؟ طبعا ممكن نحصله بالكتب الدراسية الموثوقة الهاي كواليتي، يعني اللي هي نوعيتها كثير مرتفعة، الأدوية سواء كانت مطبوعة أو حاليا إلكترونية، مثل مثلا نسخة هاريسون، نسخة هاريسون تبع الداخلية، نسخة منقحة وغنية بالمراجع، ومع ذلك بعض الأحيان الكتب تخطئ. المراجعات المنهجية هي عبارة عن مراجعات لدراسات قديمة منشورة على البحث الطبي، ويعني اتبعوا فيها طرق صارمة ليعرضونا ويقيمونا وينقدونا أي دراسات ويعطونا خلاصة منها من خلال ميتا أناليزز اللي بتعتمد على تقنيات احصائيه لتقييم عددي وحيد، بيشرنا
إنه إيش أفضل الدراسات المضبوطة أو المعشات اللي أصبحت حجر الزاوية في اختيار بعض الأدوية، ويعني صار اعتماد عليها كثير كبير في اختيار أفضل العلاجات الجراحية والاختبارات التشخيصية. أيضا نحصل على طب المستندين خلال جايدلاين إرشادات ممارسة أو التوصيات العملية، صار في لكل اختصاص في له جايدلاين، خاصة الاختصاصات الداخلية بيعتمدوا كثير على الجايدلاين، وهي طبعا توصيات صممها مجموعة من الخبراء مشان يوحدوا المداخلات الطبية مشان يحسنوا نوعية الرعاية. طبعا هي أفضل إرشادات الممارسة أفضل في المراجعات المنهجية، وبتقدمنا رؤية لتدبير الحالة. طبعا في مصادر ثانوية لطب المستند بالدليل اللي بيعتمد فيها الكاتب معلوماته من الدراسات السابقة المنشورة وبيلخصها وبيحللها وبيجري تقييم نقدي. هذا كتاب أكسفورد الشهير للطب الداخلي الباطني، نشر في عام 1987 أنه مضادات التخثر ما تفيد في علاج الجلطة القلبية. بعد فترة أثبتت المراجعات المنهجية عكس ذلك تقريبا في منتصف، رغم أنه المراجعات المنهجية أثبتت عكس ذلك منتصف السبعينات، يعني قبل تقريبا 10 سنوات كانوا عم بيقولوا أنه مضادات التخثر تفيد بالجلطة القلبية. هو كتب في كتابه معلومة عشوائية ما لها علاقة، لم يدرس الدراسات، فما ضروري الكتب دائما تكون صحيحة خاصة لما ما بتعتمد على الدليل. الآن يعني لما بتقرأ كتاب أو بتشتري كتاب إلكتروني فبتلاقي إنه المراجع عدد صفحات المراجع أكبر من عدد صفحات المقالة، يعني ما أحد بينشر أي مقالة طبية إلا ما يقرأ تقريبا شيء 50 ل 100 مقالة ويكتب مراجعته لها. الإرشادات والتوصيات بيعتمدوا على المستويات الأدلة، مثلا كلاس 1 كلاس 2 وكلاس 3 يحطون بالألوان. كلاس 1 يعني هي recommended مستطب ويجب الأخذ فيه، مفيد فعال. كلاس 3 not recommended، لاحظوا لونه أحمر غير موصى فيه، إنه الأضر الأدلة اللي على هذا الإجراء أو المعالجة أو البروسيجر هي غير مفيدة غير فعالة وفي بعض الأحيان ضارة تكون، فلازم ما نستخدمه. لما بيكون عم بيقول لك هذا الدواء كلاس 3 معناتها لا تستخدمه أبدا. كلاس 2 ممكن يكون يعني ممكن أخذه بعين الاعتبار لكن أقل توصية من كلاس 1، أقل فعالية أقل إفادة. هدفنا من الطب المسند بالدليل تحسين صحة المجتمع من خلال القرار الطبي اللي بيرفع سوية حياة المرضى من الناحية الصحية وبيرفع متوسط الأعمار. طبعا القرار بيكون على عدة مستويات بتطبيق الطب المسند بالدليل: الصحة العامة، الرعاية الصحية، الرعاية السرية، وحتى الرعاية التمريضية والسياسات الصحية. الهدف دائما هو رفع متوسط الأعمار، لذلك بتشوفوا بالبلدان الأجنبية بيصير في عنا ناس معمرين كثير. بسبب إيش؟ بسبب الرعاية الصحية الأفضل. مبدأين أساسيين للطب المسند بالدليل: المبدأ الأول هرمية الأدلة اللي بينص على أنه أهمية ترتيب الأدلة المتوفرة اتخاذ أي قرار طبي معتمداً على الدليل الأقوى والأرجح والخالي من الأخطاء، هرمية الأدلة. المبدأ الثاني عدم كفاية الدليل لوحده، لازم يتداخل الدليل مع خبرة الطبيب، ما بصير واحد ينفذ يطبق دليل بدون خبرة، ويتداخل أيضاً ويندمج مع تطلعات المريض وقيمه. ذاك هرم الموثوقية، شايفينه هذا هو هرم الموثوقية، هذا هرم الأدلة. هرم الأدلة بتبدأ بحرف الاس studies بالقاعدة اللي نحن عم حكينا عليها من شوي، الكيس ريبورت، كيس سيريس، والكيس كنترول، الكوهورت، والRCTs. السينسيسيد المؤلفات اللي بتعتمد على المراجعات المنهجية أو الميتا أناليزز اللي بتنتشر مثلا بمجلة كوكرين، البوب ميد، تمام. السيمبوزيز هي المختصرات، المختصرات مثلا عبارة عن يعني أبستراكت، يعني ملخصات لا دراسات، بتنتشر
بشكل مسبق بالمجلات الطبية مثل مثلاً SCP Journal Club. Summaries اللي أعلى منها الملخصات اللي هي بتكون جاهزة، التكست بوك الكتب اللي بنعرفها، أو أحياناً في على الإنترنت مواقع مثل Dynamics هيدا ببريطانيا، النس أو النايس اللي هو موقع الجايدلاين البريطاني اللي بيعطيك أدلة أو الإرشادات الممارسة العملية. طبعاً في تكست بوك كمان بتكون جاهزة ومعتمدة على الدليل. وآخر شيء الأنظمة systems اللي هي بتكون مبرمجة، software جاهز، إلكترونيك سجلات إلكترونية، وهي حالياً الساعة بفكروا فيها للمستقبل، إنه أنت خلص يعني ما بتعود تعتمد على كتب أو كذا، تحط إيش سؤالك الطبي وهو بجاوبك بيقول لك هذا أفضل دليل. إذا هذا لسه ما وصلنا له، لكن إحنا نرجع لدراسات مؤلفات مختصرات والملخصات. هذا الشرح اللي شرحنا بالنسبة لتوضيح حرم الأدلة. نكرر الدراسات الأصلية الأولية اللي منشورة على مواقع مثل باب ميد، فيه مثلاً 20 مليون مقالة، هذا ما بيحتاج للتقييم إلا القيمة وأن تبقى سرياً. المؤلفات هي المراجعات المنهجية، تداخلات الرعاية الصحية بنشوفها على مكتبة كوكرين، وأيضاً على موقع باب ميد في مراجعات منهجية اللي هو نفسه فيه دراسات. المختصرات هي خلاصات العلمية للأبحاث ودراسات ومؤلفات تم نشرها بمجلات علمية مثل مثلاً SCP Journal Club. الملخصات السماريز بتتضمن أنواع مختلفة من معلومات، توصيات، إرشادات الوطنية مثل موقع نس وداينيميتس. الأنظمة بقى أنظمة الأبتوديت اللي هي أنظمة حاسوبية دائمة القرار وتحدث بشكل دوري وأحياناً يومي. استراتيجية الطب المسند بالدليل هي استراتيجية لحل المشكلات، تفيدنا بتحسين نوعية الرعاية الطبية، بتشجع عملية التعلم الذاتي. التعلم الذاتي يعني بيضل واحد بيتعلم من خلال متابعة أحدث المقالات الاختصاص وانتقاء الأفضل منها. الشيء اللي بيصير بعد ما واحد يتخرج، بعد ما واحد يختص، وهذا ما بيعود بيقرأ كتب لأنه هو صار عنده معلومات طبية وخلفية طبية عن الأمراض، عن استقصاءات، عن هذا. فبتشجع أنك أنت تدرس مقالات جديدة، تشجعك أنك تدرس وتتابع أحدث المقالات. ما في داعي ترجع تراجع معلوماتك، إنما أنت بتدرس لما بتقرأ مقالة طبية عن دواء معين، فهذا بتشجعك على التعلم الذاتي. طبعاً بتشجعنا لإجراء أبحاث علمية جديدة، لأنه اللي بيعرف يمارس الطب المسند بالدليل بيعرف يتعرف على الأبحاث الموجودة، بيعرف بينقد أي الأبحاث، بيعرف يفهمها، هذا بيشكل حاجز له لهو يجري بحثه الخاص. مثلاً هو عم يلاقي إنه المرضى عم يستفيدوا على أعطاء هذا الدواء، فبيبحث على الإنترنت بيلاقي إنه ما موجود هذا هاي الدراسة، ممكن ينفذ هاي الدراسة أو يجري بحث خاص. واحد زملائنا هون في المناطق المحررة قدم بحث عن طريقة معالجة لأطفال، طريقة جراحية لمعالجة أطفال عندهم الجزر المعدي المريء، ونشرت مقالة أصلية في مجلة جراحة الأطفال الأولى في العالم. وحالياً اقتبست هاي المقالة من عدة أطباء في العالم وبدأوا بتطبيقها ونقدها. طبعاً تحسين نوعية الرعاية الطبية من خلال حل المشكلات اليومية اللي بيواجهوها الأطباء الممارسين، بتمكن الأطباء الخريجين الجدد يحظوا بفرص الدعم. لما أنا بقدم لهم الطب المسند بالدليل أو الإرشادات الممارسة بتفيدهم بالدعم التوجيه والدعم، أفضل أنه يعتمدوا على معلومات الأطباء القدامى بصورة عمياء، تجنب هدر النفقات عبر عملية إنشاء يعني منافع أو أخطار أو التكلفة المناسبة للإجراءات الروتينية، تحسين جودة في الممارسة الأفضل. وبمنحنا دائماً الطب المسند بالدليل استراتيجية وقائية في التعامل مع المعلومات الموجهة والمضللة من قبل شركات الأدوية. طبعاً دائماً هدول بيجوا شركات الأدوية أو شركات التجهيزات الطبية، بيزوروا الأطباء في العيادات وبيشرحوا أنه هذا الدواء هو أفضل دواء في العالم، وهذا الدواء أفضل من كل الأدوية الثانية الموجودة، مشان يزيدوا نسبة المبيعات عندهم. أنت هون في عندك
تعرف تقرأ مقالات طبية، ممكن تبحث عن هذا الدواء، أو تعرف أنت قريان مقالات كثيرة أنه ما ضروري هو هذا الدواء أفضل دواء، فأنت ما بتخلي حدا يضللك أو يعطيك معلومات موجهة. وطبعاً توحيد الطريقة المقاربة والممارسة التشخيصية والعلاجية بين الزملاء الأطباء في الاختصاص الواحد. لكن هناك عقبات دائماً من تطبيق الطب المسند بالدليل، أولها التوفر المحدود لقواعد البيانات وضعف تبويبها وقلة عدد المكتبات الطبية والمجلات المجانية. معظم المجلات حالياً هي مجلات غير مجانية. نقص الأدلة المتناسقة والمنطقية المتوفرة عبر قواعد البيانات عن بعض المواضيع العلمية، ما دائماً الأدلة تكون منطقية. عدم وجود دليل إرشادي خاصة في البلدان النامية، مثلاً صار في بلدان حديثة كثير فيها أدلة إرشادية، لكن بعض البلدان النامية ما في عندهم أدلة إرشادية لأنها هي من أعلى هرم الأدلة. مهارات الأطباء ضعيفة في علم الوبائيات والإحصاء والحاسوب وطرق البحث العلمي، لذلك حالياً عم يتم التركيز على موضوع الإحصاء الطبي وعلوم الحاسوب في الاختصاص. الخبرة الضعيفة للأطباء بممارسة الطب المسند بالدليل، لذلك جاءت هذه المادة. وحاجة الأطباء السريرين الماسة للوقت اللازم تعلم سبب الطب المسند بالدليل وكيفية تطبيقه هذا إن تعلموا. هناك مخاطر أيضا، حتى لو استخدمنا الطب المسند بالدليل في مخاطر. أحيانا بيصير في عنا شلل في القرار عند غياب أو عدم كفاية الدليل. والله رحنا بحثنا على الإنترنت ما لقينا جواب لسؤالنا، هل ما نتخذ قرار، ما نعالج مريض، نوقف على الطرف؟ لا، لازم نحن نقدم دليل، حتى ممكن نعمل دراسات لأجله. أو مثلا الأدلة غير كافية، والله أنا ما بروح بعالج. مثلا طرحت مثال للأطباء زملائنا، التسمم بحب الغاز. حاليا ما في ولا دراسة بتقول إيش أفضل دواء للتسمم بحب الغاز، لكن في مقالات هون وهون تنتشر، مقالات ضعيفة كتير عن مثلا استخدام برمنجنات البوتاسيوم، استخدام مثلا زيت جوز الهند، استخدام سلفات المغنيسيوم، لكن ما هي دراسات قوية. هل أنا خلاص ما أعالج بهدول الأدوية؟ لا، ممكن أعالج أنا وأطبق حتى أعمل دراسات جديدة. ما بيصير نشل القرار لما ما بيكون في عنا دليل. كمان من الأخطار أنه تهديد موضوع الأبداع والابتكار، هذا ملاحظ جداً. أنه ما بيصير، يعني بيصير العالم ما بتعمل أبحاث لأنه بتلاقي كل شيء موجود وكل شيء متوفر، وما بيبتكروا أبحاث جديدة وما بيبدعوا بمثلاً استقصاءات جديدة. من مخاطر الطب المسند بالدليل أيضاً إهمال كل الخبرات وكل الدراسات السابقة. لما بتظهر دراسة جديدة بنتائج مناقضة فبتدمر كل شيء قبلها، وهي أحياناً بيكون خطر أنه ما ضروري هالدراسة مثلاً زمان درست بشكل جيد تكون هي الأفضل. وبصير في عنا تنازل اسمه تنازل سنفور عبقري، زيك دائماً لازم يبقى عنا دائماً مستوى معين من الشك بكل دراسة تصدر جديدة، وهي حالة صحية دائماً في العلم والممارسة بشكل عام. ممارس مثال عن تنازل سنفور عبقري، قبل شاب عمره 28 سنة بوحدة العناية المركزي بشكاية شلل صاعد، يعني في عنده شلل بإجريه وعم يطلع على الطرف السفلي مع ضائقة تنفسية. طبعاً الطبيب المقيم المناوب وضع التشخيص أنه هو متلازمة جيلان باري، وبدأ يعني يناقش يعني الأدلة على العلاج. ولكن لما أجى الاستشاري للطبيب المشرف عن وحدة العناية واطلع على الحالة وراجع القصة السرية بدقة، اشتبه أنه المريض عنده داء الكلب، حيث تبين بالتدقيق أن المريض تعرض لعضة كلب بري منذ 3 أسابيع ولم يتلقى هو التمييع الكافي بحياته. وطبعاً بالاستقصاءات طلع فعلاً هذا التشخيص هو الصحيح، ونقلوه لمشفى العلاج الأمراض الإنتانية. وهنا يظهر لنا أنه متلازمة جيلان باري أبداً ما كانت هي العلاقة بالمرة، لذلك خبرة الطبيب كانت ضعيفة، وبالتالي كان كل همه هو أنه يناقش لهم بدنا نعالج هذا المريض، وكان بالأصل هو سبب خبرته الضعيفة شخص ما أخذ القصة بشكل جيد وما يعني استند للتشخيص والفحص السرير، وراح يناقش تشخيص علاج تشخيص خاطئ من خلال الأدلة، فسميناه سنفور عبقري لأنه كان مناقشته للدليل عبارة عن يعني قد سرسرة بلا طائل. هناك اعتبارات كثير يساء فهمها بالطب المسند بالدليل.
أول شيء إنه هل يتوجب على المرضى أن يستنونا في العيادة بما ننهي بحثنا نحن وتقييمنا للأدلة؟ لا، بشكل عام عملنا الطبي في مشاكل إسعافية ما بنحسن ننتظر الطبيب ليبحث فيها بالأدب الطبي على الدليل المناسب، لكن القرارات الإسعافية ممكن نأخذها بما يعلمه الأطباء أو ما جمعوه من زملائهم المعلمون معلمينهم من خريطين الرعاية الصحية، وعلى افتراض أنه واجه سؤال فعلاً بيحتاج لبحث عن إجابة فممكن يعني يأخذ وقته لما بيسمح له الوقت، وفيما بعد يغير يعني خطة العلاج حسب ما لقى من أبحاث. من المهم أنه يتعرف الطبيب على شلون طريقة الطب المستند بالدليل ويكون حديث معلوماته مشان يحسن يتصرف في الحالات الإسعافية بالصورة العلمية. لو كان هو معلوماته قديمة أكيد رح يتصرف بشكل خاطئ، لكن ممكن يبحث لما يسنح له الوقت وما يعني يخلي المريض ينتظر في غرفة الإسعاف حتى يراجع أبحاثه. إذن هذا سوء فهم، لا ما ضروري دائما أنه والله بدي استنانا المريض لننهي أبحاثنا وتقييمنا للأدلة. اعتبار آخر يساء فهمه طب المستند بالدليل أنه بتجاهل خبرة الطبيب، لا بالعكس، بعد أساسي ومكون أساسي من طب المستند بالدليل أنه لازم يكون في خبرة عند الطبيب يطبق هاي الأدلة. من الاعتبارات التي يساء فهمها أنه الدراسات العشوائية والتحليل التلوي هي فقط الطب المستند بالدليل، لا أبدا. من شوي قلت لكم أنه مثلا حب الغاز هذا اللي بتسموه فيه الناس لحد هلأ ما في دراسات، ممكن نعتمد على دراسات بسيطة اللي حكيناها اللي بالقاعدة مثل الكيس ريبورت والكيس سيريز، كون ما في عندنا دراسات أكبر وأعلى مثل الدراسات العشوائية. الطب المستند بالدليل هو وسيلة دائما للبحث العلمي الطبي، لا هو بل وسيلة للمستفيدين من الأبحاث للمرضى لخدمة المرضى، ما له علاقة فقط في الأطباء. نرجع على ديفيد ساكت والتعريف الثلاثي لمكونات الطب المستند بالدليل: تطبيق أقوى الأدلة مقترنة بخبرة الطبيب مع احترام قيم المرضى. فلو كان الدليل العلمي مع خبرة الطبيب لا تراعي قيم المرضى فهو ممارسة غير أخلاقية. لو كان طبقنا الدليل العلمي مع مراعاة قيم المريض لكن ما في خبرة سريرية في تطبيقه هي ممارسة ضعيفة. لو طبقنا الخبرة مع مراعاة قيم المريض بدون دليل علمي فهي اسمها ممارسة طبية خطرة، إنه الدليل العلمي غير موجود. إذن لازم هدول الثلاثة يكونوا متلازمات مع بعضهم، لأنه أي خلل في وحدة من بيناتهم بيؤدي لممارسة سيئة سواء لا أخلاقية أو ضعيفة أو أحيانا خطيرة. اعتبارات وقناعات أطباء قبل وبعد إرساء أسس الطب المستند بالدليل: التعليم الطبي كان قبل كافي لممارسة الطب المستند بالدليل، بعد إرساء أسس الطب المستند بالدليل التعليم الطبي لازم لكنه ليس كافي، لازم يحتاج لتطوير مستمر مع الممارسة. الخبرة السريرية هل هي كانت قبل كانت كافية توجيه الممارسة؟ لا، هي لازم وليست كافية، تحتاج لمعرفة بالدراسات الحديثة. المراجع والمقالات كافية؟ لا، هلا حاليا مفيدة وليست كافية، يجب دائما مقارنتها ورفضها بالمراجعات المنهجية والأبحاث الأصيلة. الميدلاين هو مصدر وحيد الخيارات؟ لا، في مصدر خيارات أخرى كثيرة. الدليل مأخوذ من التجارب الأساسية والتجارب الحيوانية كافية للممارسة السريرية؟ ضرورية لكن ليست كافية، لازم نحتاج أدلة سريرية، يعني ما بكفي نجرب على الحيوان، لازم نجرب كمان على الإنسان. موثوقية النشرات، كل نشرات المجلات المرموقة موثوقة؟ لا، حاليا معظمة، مو ضروري كلها، حتى في المجلات المرموقة ممكن بعضها ما بيكون صحيح وما بيحظى بالموثوقية الكافية. هل قراءة الاستنتاجات الأوراق البحثية كافي؟ لا، ضروري لكن ليس كافي، يجب الاطلاع على طريقة البحث، يجب الاطلاع على النتائج التفصيلية. إن البعض بيروح بيقرأ فقط النتيجة تبع هاي الدراسة، أحياناً النتيجة ما بتكون متطابقة أو ما بتكون طريقة البحث صحيحة. هل المقدرة على التقييم النقدي تأتي تلقائياً مع التعليم والخبرة؟ بصراحة تحتاج إلى تدريس فعال ومؤطر. هل أنا إذا كان عندي كفاية إحصائية
كافي؟ لا، بعد إرساء طب المستند الدليل هو ضروري وليس كافي، لابد من تقييم الكفاية السريرية. وهيك بيكون انهينا محاضرتنا لهذا اليوم. الله يعطيكم.